السلام عليكم ومرحبا بكم معايا وصفة جديدة من وصفات نكهات مغتربة. كما كتشوفوا اليوم غتشوفوا معايا الصابلي اللي كيجي الرائع بعجين واحد. صراحة ماشي انا اللي درت الوصفات، كلفت بها الصديقة ديالي اللي كنحييها وكنشكرها وكنقولها شكرا على الوصفة، لحقاش ديما كندوق الصابلي ديالو كنقولها رائع رائع بزاف. واليوم كما كتشوفوا اغتنمت الفرصة بوجودها عندي ودرنا الصابلي كما كتشوفوا هنايا. بالنسبة للمقادير 200 غرام ديال الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وزادت على شوية الملحة وكاس ديال السكر كلاصي او لا كأس العنبة ديال السكر كلاصي او لا 100 غرام ديال السكر كلاصي، وكتخلط هذاك الخليط مزيان. يعني من أسرار النجاح الصابلي كما كتقول ضروري ما تدمجوا كل مكون مزيان مع بعضياته. هنا ضافت 4 المعالق كبار ديال الزيت النباتية وخلطت، ومن بعد ضافت 2 صفار البيض وبيضة كاملة كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا وكتدمجها. انا تعمدت نخلي لكم طريقة ديال العجن ديال الصابلي لحقاش كتلعب دور كبير في سر من اسرار النجاح ديالو. ضروري ما ندمجوا المكونات مزيان، وكنضيفوا كاس ديال عنبة ديال النشا او لا مايزينا او لا 100 غرام ديال النشا. بالنسبة اللي ما عندوش كأس العنبة يقدر يعبرها بأي ميزان متوفر عنده. وكندمج كما كتشوفوا كندمج العجين ديالها شوية بشوية بهالطريقة هذه حتى كيدمج ليها مزيان وكيتخلط. ما نقولش لكم البنات كيفاش كيجي، كيجي لذيذ غزال في المنظر ولا حتى في المذاق. وكيجي هشيش بزاف، هشيش كما كنعرفوا الزبدة والزيت كتهشش العجينة، وكتستمر على هذه الطريقه هذه حتى كتخلط وكتدمج المكونات كلها مزيان مع بعضياتها. والحاجه اللي نسيت ما قلتهاش لكم انه ضافت حتى واحد لافاني وحده كنضيفوها باش كننكهوا بها الصابلي وكيجي منكه. ثاني حاجه اللي بغيت نقول لكم هو انه ضروري ما تخرجوا العجينه ما بين الاصابع ديالكم بهالطريقه هذه باش كينجح معكم الصابلي وكيندمجوا مع بعضياتهم، كيعطينا واحد الخليط كريمي اللي من بعد نضيفوا ليه المكونات اللي باقا عندنا. كما كتشوفوا هنايا غتبدا تزيد الدقيق شويه بشويه، الدقيق على حسب الخليط، يعني العجينه ديالنا ما تجيش قاصحه وما تجيش رطبه او لميها، يعني كتجي مجموعه وفي نفس الوقت كتجي هشيشه كما غادي تشوفوا. بالنسبه للكميه اللي استعملات ديال الدقيق ما بين 450 حتى 500 غرام ديال الدقيق، نتوما غادي تشوفوا عينكم ميزانكم لحقاش كل دقيق كيختلف من الدقيق الاخر. كاين اللي كيشرب بزاف كاين اللي ما كيشربش بزاف، يعني على حسب النوعيه ديال الفورس اللي نتوما غادي تستعملوا. كنستمروا على هذا المنوال حتى كتولي عندنا عجينه متماسكه ورطبه وهشيشه. وضروري الحاجه اللي كتاكد عليها ما كندلكوش العجينه ديال الصابلي باش تنجح معنا، كتجينا مجموعه وكتجينا كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها، هذا هو القوام ديالها اللي كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا هكا. وكنقسموها على جوج وغادي تبدا تكرسها هكا، تطلقها بالمدلك. بما ان غادي تكون كتلصق فكنستعملوا جوج من اوراق الورق ديال الطبخ، وغادي نبدا هكا او لا غادي تبدا انها تسرح بالطريقه هذه. ومن بعد غادي تختار الطابع اللي يعني الطوابع، بالنسبه للطوابع تستعملوا الاشكال اللي كتعجبكم، حنا استعملنا المتوفر عندنا. وبالنسبه للسمك راه غتشوفوا السمك ديال العجين قداش. كما كتشوفوا هكا كتستمر انها تطلق العجين اللي من قبل الحاجه ولا الملحوظه اللي بغيت نقولها هو انه ملي عجننا العجين وقسمناها على جوج درناهم في واحد البلاستيكه ودخلناهم الثلاجه يرتاحوا. هاد العمليه هذه كتخليك تحكمي في العجين اكثر من بعد ما كتخرجيه من الثلاجه. يعني هي
الا كنتو زربانين يعني تقدروا تخدموا العجين ماشي مشكل، ولكن غايش زعما ما غاديش يطاوعكم في الخدمه مزيان، من الاحسن ديروه في الثلاجه كتخليوها واحد 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه كتشد راسها، ومن بعد كتخدموا بها مزيان. كما كتشوفوا هنايا من بعد ما طلقات العجين ها هي دابا كدير الطابع. كما قلت لكم بالنسبه للطوابع كيبقاو اختياريين، يعني كل واحد تيدير النوع اللي كيعجبوه ولا المتوفر عنده. ومن بعد كنبداو نهزوهم شويه بشويه، وفي هذه الاثناء مني غادي تهزهم غادي تشوفوا السمك. كما كتشوفوا هذا هو السمك ديال العجين كيجي بهذه الطريقه هذه شويه، ما يعني بالنسبه للسمك يكون متوسط ما غليظ ما رقيق، يعني متوسطه السمك باش كيجيكم شويه صابلي، يعني ما يجيكمش رقيق ويجيكم ثاني غليظ، ضروري ما يجي متوسط السمك باش كيجيكم لذيذ ويجيكم حتى داك الشوكولاته اللي غنديروا من الفوق تجيكم زوينه. وكنستمروا على هاد المنوال هذا، ومن بعد كنسخنوا الفران على 150 درجه كيكون سخون، كنشعلوا عليه غير من التحت حتى كيبان لينا هكا تحمر من التحت، وكنخرجوه. وبطبيعه الحال ما كنمسوهش ديك الساعه كلحقاش كيكون هشيش، كنخليوه حتى كيقبض فراسو ومن بعد كنزولو. كما كتشوفوا هي السمر على هاد المنوال غدير اشكال متعدده بالعجين واحده كما كنقولوا، نستمروا هكا حتى نكملوا كميه العجين اللي عندنا. كما كتشوفوا معايا من بعد ما كنكمل كاع الاشكال اللي عندي كنستفهم في اللاطا، كما قلت لكم من قبل كيكون الفرن سخون على 150 درجه، كنشعلو غير من التحت في البدايه باش كيتحمر لينا من التحت، ومن بعد كنعاود نشعلو عليه شويه من الفوق ماشي باش يتحمر غير باش يضربو شويه داك الصهد هكا كما غتشوفوا الشكل ديالو فاش غادي يطيب. وكنخرجوه هكا ونخليوه يبرد، ومن بعد كنبداو نزينو فيه بشويه بشويه. كما كتشوفوا من بعد ما كملنا العجين ديالنا ودرناه في الفران تيطيب، كنمشيو ندوبوا الشوكولاط الابيض والشوكولاط حتى الاسود، وكنجيو ناخذوا الطابع ديالو ديال كل الشكل ديال كل طابع، وكنعمروهم بهالطريقه هذه اللي كتشوفوا شويه بشويه. بطبيعه الحال الشوكولاته خاصها تكون من نوع ممتاز باش تستق لينا مزيانه، كنعمروا بهذوك الفراغات بهذه الطريقه هذه. ومن بعد مني غادي نعمروا غادي نردخوا داك العوله، غادي نقادوه مع يعني كنشدوا داك الشكل ديال الشوكولاته، وكان شويه كنديروه مع سطح العمل يعني كنخبطوه كما كنقولوا صراحة ما لقيتش شي مصطلح من غير هذا، كنخبطوه شويه هكا باش كيتقاد لينا وكيتسرح هذاك الشوكولاط كيمشي في جميع الفراغات، وكندخلوه الثلاجه ولا الفريكو هكا واحد جوج دقائق او حتى ثلاثة ديال الدقائق، المهم هو دغيا تيقبط راسو ملي بان لكم شد راسو وتبان لكم يعني الحلوه خرجات وشدت راسها وبردات عاد باش غادي نبداو نخدموا نلصقوا كل وحده على اختها. بالنسبه اللي عنده الجليكوز ومتوفر عنده الجليكوز يلصق بيه، احنا لصقنا الشكلاط بالشكلاط يعني كما كتشوفوا هذه حتى هي الشوكولاته البيضاء على شكل خميسه حتى هي كنعمروها وحتى هي كنديوها للثلاجه حتى كتيبس. كما قلت لكم بالنسبه للصق احنا خلصقنا غير بالشكلاط حتى هو تيلصق مزيان، يعني داك البقايا ديال الشكلاط اللي بقات لينا كناخذوا كل وحده مني كنخرجوها كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا كيخرجوا لينا الاشكال ديالنا على هذا الشكل، كناخذوهم وكنبداو نشكلوهم يعني على الحلوه. هذه هو الشكل ديالها كما كتشوفوا كتجي محمره غير من التحت، ومن الفوق كتجي هكا طيبه ومزيانه. هذا هو الشكل ديالها كامله، هذو هما الاشكال اللي درنا
يعني ما يمكنش ليا نصور لكم لحقاش الفيديو يجي طويل كاع الطوابع اللي استخدمناها. فاحنا كنبداو نجبدو الاشكال ديالنا شويه بشويه حتى كنجبدوهم كاملين، ومن بعد كنبداو نلصقوهم. كما كتشوفوا حنا استخدمنا غير الشوكولاته كنديروها في الجوانب ديال الشكل ديالنا، وكنقادوهم بهذا الشكل كما كتشوفوا. بالنسبه للشكل الدائري فاحنا درنا ليه الكونفيتور شويه هكا من الفوق ديال السكر كلاصي، والاشكال الاخرين يعني لصقناهم على بعضياتهم بالشوكولاته. كيجي الشكل النهائي ديالو على هذا الشكل هذا الرائع لذيذ وبنين. كنتمنى انكم تجربوه، وكنشكر الصديقه ديالي، كنشكرها جزيل الشكر على الوصفه وعلى الطريقه اللي وراتها ليا. شكرا بزاف بزاف، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.